يطير المنهى وليس لأفق الأمان مدى. مع الخير تجمعنا الذكريات وتصبح أيامنا أرغدا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا إلى فقرتكم مع الخير، واليوم موضوعنا عايد من تحب. إيش هذا المفردة هذه عايد من تحب أو الجملة وشو؟ هل هو مشروع ولا مقطع فيديو ولا ما ندري وشو؟ خلينا نشوف عبد الرحمن وش هالكلام وش موضوع عايد من تحب. إيه والله أرسل لي بس على الواتس. يلا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذا من جديد معنا هنا صاحب الفضيلة الشيخ هادي العسكر. صاحب فضيلة أهلا وسهلا. اهلا وسهلا حياكم الله شيخ ناصر. نور عمر الله حياك الله يرضى عنك. الله يسعدك. ايام كنا نتكلم عن استقبال رمضان، الان راح نتكلم على عايد من تحب ومكتب الدعوه بالروضه وبطاقات المعايده. لكن قبل ذلك نحن في ليله 27، ما بقي من هذا الشهر خير مما مضى، فماذا نقول في الايام التي بقت تحفيزا وتشجيعا للخير؟ أولا نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه جل جلاله بما هو أهله أن بلغنا حتى ندرك هذه الليلة العظيمة، ونسأله سبحانه وتعالى كما سلمنا أغلب رمضان إن تسلمه منا متقبلا يا رب، إنه سميع قريب مجيب. لا شك الشيخ ناصر والإخوة المشاهدين والمشاهدات أنه بعد دقائق من الآن ندخل في ليلة هي من أعظم الليالي ومن أرجاها في الإسلام أن تكون ليلة القدر. ليلة 27 يا إخوة هي ليلة عظيمة وليلة مباركة، وحقيقة أنا أقول هي من الليالي التي يكون فيها بإذن الله تعالى هي عظيمة البركات، وفيها خيرات عظيمة من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس قدم إليه رجل كبير في السن فقال يا رسول الله إني لا أطيق القيام، فهل لا تأمرني بليلة أقومها علي أن ندرك ليلة القدر؟ فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن عليك بقيام ليلة 27. بل ليلة 27 يا إخوة هي من الليالي، هي ثالثة الليالي التي قامها النبي عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما عظيما حتى خشينا أن يدركنا الفجر. أن يدركنا الفجر، أن يفوتهم السحور. وقال في رواية يدركنا أن يدركنا أن يفوتنا الفلاح، والمقصود بالفلاح هنا السحور. شكلهم أول ليلة المصلين تسوي لهم كذا. لا حقيقة كل هذا دلالة على أن يعني أن هذه، وأبي بن كعب كان يقسم أن ليلة 27 هي ليلة القدر. فلذلك أنا أنصح إخواني جميعا وأنصح نفسي المقصرة مع غروب الشمس هذه الليلة اقطعوا الخلائق، اقطعوا العلائق بالخلق واجعلوها معلقة بالله سبحانه وتعالى. سبحانه أكثروا فيها من الصلاة، من الصدقة، من الدعاء، من العكوف في المساجد، من الصيام، من القيام. لا تفوتكم قيام هذه الليلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته يا رب، وأن يجعلنا وإياكم بإذن الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين في هذه الليلة العظيمة. اللهم آمين. طيب دعنا ننطلق دكتورنا أو شيخنا وإن شاء الله دكتور قريبا بإذن الله تعالى من موضوع ليلة 27 إلى العيد. دعنا نتحدث في البداية عن العيد وأهميته وقيمته في الإسلام، لكن بعد هذا التقرير الذي سنتابعه سويا معكم. تزود واسأل المولى بأن يجزيك إحسانا، تزود خير ما يجنى فشهر الخير قد حان. تزود. عايد أحبابك بطريقة جديدة، مشروع عايد من تحب، بطاقة إهداء باسمك نرسلها عنك إلى جوال من تحب لتهديه تبرعا يظهر أثره ويبقى أجره. خطوات المشاركة: ادخل على هذا الرابط card.arrawda.com، ادخل رقم جوالك ورقم سري خاص بك، اختر نوع هديتك، ادخل بيانات مرسل الهدية وبيانات الشخص مستقبل الهدية وتاريخ ارسال هديتك له، ادخل بيانات حسابك البنكي. ستأتي رسالة على جوالك موضحا فيها تاريخ ارسال هديتك الى من تحب. ستفاجئ الشخص صاحب الهدية برسالة SMS تأتي على جواله تحمل اسمك وهديتك التي ستدوم له مدى الحياة. للاشتراك حساب الراجح العام الأيبان. بعد التحويل أرسل صورة من الحوالة عبر الواتساب. مكتب الدعوة بالروضة. تزود
تزود خير أيام فما أحلى الضياء فيها تزود وارتجي خيرا إذا جنت لياليها إذا جنت لياليها. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، كنا نشاهد هذه البطاقات والمعايدات ونهنيك شيخنا بقرب حلول العيد قبل الزحمه. الله يسعدك، بلغنا وياك. لا الشيخ لازم نروح له، اكلت عنده لقيمات قبل يومين صح؟ باقي موجود حليب معه؟ لا زالت موجوده ان شاء الله. الله يرضى عنا. الله يسعدك. خلينا شيخنا نتكلم الان عن العيد ومنزلته في الاسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قدم إلى المدينة فوجد أهل المدينة يحتفلون بيومين، فقال الصحابة هذه أيام كانوا يحتفلون بها أبانا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبدلكم الله عز وجل بهما أو خير منهما، العيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد يا إخوة مكانته في الإسلام عظيمة جدا، وابتداء من بداية صلاة العيد بسنيتها المؤكدة على الرجال وعلى النساء وشهود بركتها، بل حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء وكذلك الحيض حتى يشهدوا بركة العيد. وأنا أقول يا إخوة ينبغي أن نظهر الفرح والسرور والبهجة في مثل هذا اليوم العظيم. صحيح. فإن إظهار الفرح والسرور وصول إيصال الأرحام وتقديم الهدايا والابتسامة والفرح مع الأطفال ومع الولدان ومع الأسرة هو والله من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل جعل هذا العيد هو يوم فرح شكر وسرور وشكر لله سبحانه وتعالى على تمام هذا الشهر المبارك اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم تمامه. وقد ندرك إن شاء الله تعالى ليلة العيد بعد 3 ليالي من الآن. نعم. ستذهب كلمح البصر أو هي أقرب. فوصيتي حقيقة للإخوان جميعا أن يكون هذا اليوم يوم العيد هو يوم لقطع جميع الأمور التي تكون فيها ضغينة أو شحناء، أو اجعلوا هذا اليوم هو صفحة جديدة لقلوب نظيفة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى تعظيما لشريعة هذا العيد المبارك. ارتباط العيد بصورة مختلفة خلنا أقول لك من خلال مشروعكم عايد من تحب، دائما إذا جاء العيد ينتظرون الناس الهدايا تبادل التهنئة. صح. حتى لو ما كانت هدية عينية أو هدية رمزية ممكن تكون هدية بالكلمات الجميلة. إيش هذا المشروع؟ كيف يتعرف عليه الناس الآن؟ عائد من تحب، أولا سبحان الله الحمد لله الناس أصبح عندها خير، ويصبح يأتي على الناس فترة يقول أهدينا عطر، أهدينا بخور، أهدينا ما انتهى سقف، يعني الناس تريد شيء جديد ويكون أثره في النفوس كبير. سيارة، وما في أعظم أثر من الهدية إذا كانت متعلقة بالآخرة. الله أكبر. نعم، إذا كانت الهدية متعلقة يا شيخ عمر بالآخرة فعلا يكون وقعها في النفس عظيم جدا. يعني من هذا الباب ومن هذا المنطلق جاء مشروع عايد من تحب. وعايد من تحب هي سلسلة من ضمن سلاسل بطاقات يقدمها المكتب لمن أراد. فوش فكرة هذه البطاقة؟ هذه البطاقة باختصار طبعا هي نماذج، بطاقة تهنئة بالمولود، بطاقة تهنئة للتخرج، بطاقة تهنئة بالزواج، من ضمنها بطاقة تهنئة بعيد الفطر المبارك. هذه الفكرة تأتي وتدخل الموقع المكتب وتختار. طبعا هي تعرض على الهواء والمقطع. نعم. وارد. نعم أنا أشوفها ما شاء الله. عايد من تحب. عايد من تحب، تدخل الموقع وتختار البطاقة التي تريد وتختار من هو المرسل إليه. نعم. إلى والدي العزيز، إلى أمي الحنون، إلى زوجتي، إلى أخي الغالي، إلى أختي المباركة، إلى فلان من الناس، تكتب اسمه وتختار هذه البطاقة. جميل. وتضع رقم هاتفه وتصل هذه البطاقة مباشرة في الوقت اللي أنت تحدده في نفس البطاقة. كم قيمتها شيخ؟ نعم. اختار الأسهم اللي يريد، هناك أسهم في الوقف، أسهم في مشاريع المساجد، أسهم في اختيار حتى متر مربع مثلا من وقف معين. يعني كأنك تعايد وتقول له تراني ساهمتك في سهم في الوقف أو كفالة مسلم جديد أو كفالة مسجد دعوي. أحسنت. نعم. هذه المشاريع الثلاثة تختار أحدهما، والأسهم فيها تختلف، يعني تختار سهم معين طبعا بمبالغ مختلفة. نعم، بمبالغ مختلفة وهو في متناول اليد. نعم موجود. تختار المبلغ اللي تريد ثم تضع اسمه، ولك أن تتصور وأن تضع رقم هاتفه في يوم العيد، تختار الساعة مثلا الساعة 9 أو الساعة 10 تصله يقول وصلتك هدية من فلان،
افتح البطاقة، تفتح البطاقة فإذا بالهدية فيها كل عام وأنتم بخير، هذه عيدية مني لك، وهي وقف في وقف النور أو مساهمة لك في كفالة مسجد أو غيره. فهذه حقيقة لها أثرها جدا الكبير. ولو سمح الوقت أذكر لكم قصص فضل مؤثرة فضل في هذا الجانب. أذكر العام الماضي كان في موقف حقيقة تأثر منه الإخوة. طبعا وش فكرة البطاقة؟ البطاقة أنت إذا وضعت اسم المرسل إليه لابد أن تضع رقم هاتفه حتى تصلها الرسالة. امرأة اتصلت المكتب ومباشرة اختارت، طبعا اللي يختار البطاقة لابد أن يتصل أو يرسل للمكتب عن طريق الواتس أن ساهم بالمبلغ ويرسل صورة الإيصال ويتم مباشرة يعني تنفيذ البطاقة. هذه المرأة أرسلت إلى أحد أبنائها، قالت إلى ابني العزيز، أو طبعا تبادر في الذهن العبارة. نعم تبادر في الذهن أن هذا الابن تحبه وتريد له الخير، وقلب الأم عظيم الشيخ ناصر شيخ عمر. فكتبت لكنها ما وضعت رقمه، وضعت رقمها هي. فاتصل الإخوة بهم مرة أخرى بالمرأة، قالوا يا أختي أنت ما وضعت رقم اللي ترسلين لي، أنت وضعت رقمك. قالت نعم أنا هذا ابني توفي في شهر رمضان، والله أنا وضعت رقمي حتى تصلني الرسالة في يوم العيد الساعة 9 حتى أفرح أني قدمت الهدية فيفرحوا في قبره. لله قلب الأم الشيخ ناصر الشيخ عمر. شوف كيف أمها يعني. فمثل هذه الأشياء يعني جميلة جدا، استطاعت تقول كل عيد أريد أن أتذكر هذا الولد، أريد أن أتذكره بهذا الوقت. تجيني رسالة أني الحمد لله أني استطعت أن أهدي له هذه الصدقة في مثل هذا الوقت المبارك. الله أكبر. أنا أقول فرصة عظيمة جدا. أذكر أيضا من الأفكار الجميلة من ضمن البطاقات، أحد الإخوة يقول تفاجأت بشخص ويسجل أسماء كثيرة، وسألته يقول قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء كبار السن في العائلة عندنا كلهم. الله. نعم أعمام أخوال كلهم. نعم سوى لهم بطاقات كبار، يعني كبار في السن أعمارهم ما بعد 50 وقبل 70، وجعل لهم بطاقات في الأوقاف. يقول يوم حضرنا في يوم العيد وصلتهم الرسائل والله تأثر وتأثر كبير، وأحدهم من أصحاب المال يقول والله إنها من أعظم الهدايا التي وصلتني في حياتي. نعم من أعظم الهدايا التي وصلتني في حياتي. فمثل هالبطاقات ترى يا إخوان هي تدخل السرور ومؤثرة جدا في قلوب الناس. صحيح. ومن باب التغيير في باب الهدايا. صحيح. يعني من باب التغيير يعني التنوع والتغيير في باب الهدايا. وهي التي تبقى يعني حتى كان الشعار يظهر أثره ويبقى أجره. يعني سعادته هو في يوم العيد أن تصلك رسالة أنه في إنسان يتذكرك ليس لدنياك. يعني بعض الناس إن صحت العبارة قد يحبك لدنيا، إن زالت زال معها، لكن الذي يحبك لمشروع في الآخرة يعني يريدك أن تكون رفيقا في جنات النعيم، هذا هو الصديق أو الأخ الحقيقي. الله يعني الله صدقت. كيف ليريد هذه البطاقة كيف يدخل يختار؟ مباشرة يدخل في الموقع وش يكتب ويجد البطاقات ويجدها متنوعة. موقع اسمه عايد من تحب؟ لا موجود في موقع المكتب اسمه كارد. نعم في موقع المكتب. يعني اكتب عايد من تحب مكتب الدعوة. نعم بالروضة. أول ما يدخل الموقع الرسمي المكتب يجد عايد من تحب، وتوقع كذلك ولقطع واردك اللي هو حساب مكتب الدعوة بالروضة على تويتر. هم منزلين نفس هذا التصميم، لو يفتح حساب مكتب الدعوة بالروضة على تويتر يحصل هذه التغريدة والرابط ويستطيع الوصول. نعم يستطيع أن يصل، وبعد ما يختار ويسجل المعلومات بالكامل طبعا يطلبون منه يدخل رقم هاتفه حتى أيضا يشعر أن الرسالة وصلت في الوقت المحدد. فإذا اختار البطاقة واختار المشروع الخير اللي يريد يرسل رسالة عن طريق الواتساب، ومباشرة ينفذون الإخوان يعني مثل المشروع هذا. المشروع الحمد لله قديم في المكتب ولا أثره. أذكر يعني أمس ذكر لي أحد الإخوان يقول أحد الأخوات جعلت 20 بطاقة وقالت أطلب منكم طلب أنه ما أحد يعني ما تعطون أحد ما تجعلون أحد من 20 يرسل لي بطاقة. قالوا ليش؟ قالت حاجة في نفسي. حاولوا قالوا ما نقدر نمنع الناس الخير. قالت أنا مريضة بالسرطان الله وعلى فراش الموت وأنا في مستشفى تخصصي. الله المستعان. لكن حقيقة هذول أعزاء على قلبي وأحب أنهم يتذكروني في العيد فيدعون لي، ولا ودي أحد يعطيني شيء. أنا فقط أبغاهم إيش؟ أبغاهم فقط يتذكروني بالدعاء. فوالله يا إخوة أن هذا المشروع فيه من إدخال السرور وفيه من التنوع وفيه من البركة ما لا يخطر على بال، ما لا يخطر على بال. فقط بس جربوا. نقول إيش؟ نقول جربوا وصدقني إذا جربت، لأن أي عطاء يتعلق بالآخرة أثر في النفوس عظيم. فما بالك إذا كانت النفوس في مثل هذه الأوقات وبعد نهاية شهر رمضان مقبلة ومليئة بالإيمان وبالصلاة. صحيح. ثم يأتي هذه المعايدة العظيمة وهي أنك تبرعت له بوقف يبقى له عند الله سبحانه وتعالى، يكون أثر عظيم جدا. نعم أنا ودي فقط المخرج الغالي يثبت الصورة اللي على الشاشة حتى تظهر فقط
لأنه الموقع اللي تطلع منه البطاقة كان يظهر في الأخير، فلو مخرجنا الغالي أبو شلبي الله يسعدك. نستمر معك شيخنا إلى أن المخرج يضبط الحال. أنت تكلمت على إدخال السرور، فعلا رائع جدا والله بطل عسل. شوف الله تحية لكل فريق اللي يعمل معنا اللي يسهر على، شوف صورة كيف جات شيخ. إيش الروح، إيش الروح هذه، هم اللي ما شاف شهادتنا فيها مجروحة، وهي إن شاء الله من مجد إلى مجد بإذن الله ينفع بكم جميعا. خلينا نسأل شيخنا ولا عليك أمر الشيخ هادي عن الآن نحن في ليلة 27 وشبكة المجد عاملة حملة مثل ما تعرف أبو عبد الرحمن اللي هي صدقتي في ليلة 27، وفي هاشتاج معين خلنا نجيب الآن بالضبط تصميم نشر لأوقاف شبكة المجد اللي هو وقف الجوار بمكة المكرمة التابع لجمعية البر بقرى جنوب مكة، كذلك وقف القرآن بمكة المكرمة التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض جمعية مكنون، وكذلك وقف النور وهو التابع لمكتب الدعوة بالروضة. الهاشتاج هو صدقتي شرطة تحت ليلة 27، صدقتي أندرسكور ليلة 27. شاركونا في هذا الوسم وفي هذه الليلة العظيمة، وهي أرجى أن تكون ليالي القدر. ما رأيك في مثل هذه الحملة وإيش توصي الناس؟ كما ذكرنا سابقا ليلة 27 هي أرجى الليالي أن تكون هي ليلة القدر، بل أبي بن كعب كان يقسم كما في صحيح مسلم أن ليلة 27 هي ليلة القدر. أي عبادة يا إخوة توافق ليلة القدر هي خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. فالصدقة يا إخوة والصلاة والصيام والقيام والساعة بتسع سنوات تقريبا، أحسنت، بتسع سنوات تقريبا هي تضاعف في مثل هذه الأيام. فرصة مع غروب شمس هذه، يعني هذه الليلة وظلنا يعني ما بقي إلا الوقت اليسير، لا يفوت عليك هذه الليلة لو قد ساهمت بأي شيء. كن من المتصدقين ومن الصائمين ومن القائمين ومن العاكفين ولو للحظات بسيطة في المسجد إن استطعت. نعم. فكن في عداد المتصدقين وعندك هذه الأوقاف، وإذا ذكرنا الأوقاف أن تتكلم عن شيء دائم لك صحيح بعد وفاتك، لأن الوقف هو تحبيس حبس الأصل وتسبيل المنفع حتى تموت، وهذا الوقف يجري في حسناتك. ومن هذه الأوقاف وقف النور التابع لمكتب الدعوة بحي الروضة هو وقف النور الثاني. هذا الوقف كما ذكرنا في إذا شاركت فيه ولو بالقليل أن تشارك في إسلام يعني خلق ليس باليسير في دخولهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، تساهم في صيام في كذلك تفطير الصائمين، تساهم في إقامة المحاضرات، في طباعة الكتب، في إنتاج المواد الدعوية، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول وصية لا يفوت علينا هذه الليلة إلا وقد جعلنا أنفسنا من المساهمين بقدر ما تستطيع. كل من هؤلاء الأصناف في هذه الليلة من الصائمين، وإن شاء الله نكون أن الجميع من الصائمين وإن من القائمين ومن التائلين ومن المتصدقين ومن العاكفين بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل عموم الأعمال الصالحة يعني. عموم الأعمال الصالحة لا شك. نعم، إحنا الآن بما أنه ذكرت فرحة أنت القصص اللي كان ذكرتها كانت يعني فعلا مؤثرة في جانب إدخال السرور، في جانب آخر كذلك قضية أن نترفع عن الأحقاد والبغضاء في ذلك اليوم، فرسالة في العفو وأن الإنسان يطلق السجناء في ذلك اليوم. والله يا إخوة يعني السجناء حلوة دي. والله هو شوف الشخص الذي يحمل الحقد والبغضاء والقطيعة هو والله سجين، هو يسجن نفسه، والله يسجن نفسه وروحه من المتعة من الراحة من الأنس. يا إخوة القطيعة والضغينة والحسد والبغضاء هذه يا إخوة هذه عذاب على النفس. ففرصة عظيمة جدا مع ليلة، مو مع ليلة، من هذه الليلة. الله عز وجل يقول إلا من أتى الله بقلبه، إلا من أتى الله بقلب سليم. أقبل إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة وقلبك خالي من الشحناء، واجعل نفسك بريئة من كل قطيعة، وقل يا رب اللهم إني أشهدك أني قد عفوت عن كل من في قلبي عليه شيء لأجلك. نعم يا رب، لأجلك يا رب، ليس من أجل الناس. ودائما يا إخوة العفو عند المقدرة هي والله من شيم الكرام. صحيح. ولا تبحث عن مجد لنفسك، هذه النفس التي تريد أن تبحث عن مجدها اجعل مجدها عند الله سبحانه وتعالى، واجعل نفسك بريئة من الحقد ومن البغضاء ومن الحسد. يا جماعة الخير النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحسد لتتحات بها حسنات بني آدم كما تتساقط الورق من الشجر.
إيش وتجد أن الحسد أو تجد أن القطيعة والبغضاء ويجيب ضمان السكر والضغط. نعم وتأتي تكون أسباب إيش؟ تكون أسباب تافهة جدا. صحيح. والأعظم من هذا أن تكون هذه القطيعة عند من أوجب الله عز وجل بك صلتهم. السلام. من الأب لا سمح الله أن تكون قطيعتك مع والدك أو مع والدتك أو مع أحد إخوانك أو خالاتك أو أخوالك أو أعمامك. هذه الشيخ والله عظيمة جدا. فعلا. اجعلها فرصة صدقني والله سوف تعيش حياة طيبة جدا وتعيش سعادة ما عشت مثلها أبدا. لأن سبحان الله اللي يعيش سليم القلب يعيش أمير. الله والله العظيم. على طريق كلام الشيخ هادي كلمة سمعتها من أبو عبد الرحمن قبل أيام يقول لا تشغل بالك بحقد وبغضاء ويعني حسد أو يعني خلنا نقول لك بتفكير بهذا المنوال السلبي فعقلك هو أولى بأن ينشغل بأشياء تخدم فيها أمتك ووطنك ومجتمعك. فهذه من الكلمات اللي استفدتها منك يا أبو عبد الرحمن. بل ما هو بس تخدم في مجتمعك تخدم فيها نفسك أنت. صحيح. صحتك. والأمر الآخر وهو المهم جدا من منا يعرف متى سيموت أو سيرحل من هذه الدنيا. نعم. ممكن أنت تقاطع شخص لأسباب تافهة ثم يذهب من هذه الحياة ثم تجلس أن تحمل يعني تحمل مرارات هذه القطيعة بسبب أنك ما تنزلت عن أشياء بسيطة جدا. إذن شكرا لك يا شيخنا الكريم هادي العسكر وأنت المتحدث الرسمي بمكتب الدعوة بالروضة. تشرفنا بوجودك بيننا اليوم. حياكم الله شيخ عمر وشيخ ناصر وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم جميعا بما نقول ونسمع ونجعلنا وإياكم مباركين وأن يوفقنا وإياكم لإدراك ليلة القدر وأن يجعلنا وإياكم ممن يدرك خيراتها وبركاتها أن سميع قريب مجيب. الشكر لك أبو عبد الرحمن. تسلم يا عمر وتسلم شيخنا دائما منورنا الله يرضى عنك. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. كنا معكم في فقرة مع الخير ننتقل وإياكم إلى التحقيق ثم نلتقيكم السادسة والنصف بإذن الله في إفطاركم معنا. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استفاق الهدى وطير الحياة هنا غردا مع الخير حيث تطير المنى وليس لأبق الأمان مدى مع الخير تجمعنا الذكريات.